ضيفتنا التي انضمت إلينا الآن عبر سكايب أيضا، الأستاذة مجدولين حسونة الكاتبة الصحفية. أستاذة مجدولين، دعني أبدأ معك. في ظل ثبات المواقف بين فتح وحماس رغم كل مباحثات إنهاء الانقسام، إلى أي مدى قد يحدث الوضع في غزة مخاوف حدوث الانفجار في تغيير هذه المعادلة؟ قد يحقق هذه المخاوف الخاصة بالانفجار؟ طبعا أهلا بك وبجميع المشاهدين. في البداية، الانفجار في غزة بات قريبا أو وشيكا. السبب في ذلك هو الحصار الكبير المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تذهب باتجاه تجويع الشعب الفلسطيني في غزة لتحقيق مكاسب سياسية، ولذلك نجد أن هناك هذا ما يعني تم توافق عليه من قبل القرارات التي أصدرت من قبل المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، حيث نجد أن هناك قرارات ظاهرية تقول أننا سنعلق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعليق أو يعني إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا عمليا غير وارد. وهناك أيضا تناقض بين هذه القرارات الصادرة عن المجلس المركزي وبين المنظومة الحقيقية التي تسير بها السلطة الفلسطينية، خاصة مع قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوساطات مثلا عمانية في الفترة الأخيرة ومبادرات جديدة لعملية السلام، الأمر الذي يضع هناك تصور لوجود صفقة قريبة لكن غير معلن عنها. في ذات الوقت السلطة الفلسطينية تقول أنها ترفض صفقة القرن وأن حماس هي التي تقوم بتطبيق صفقة القرن من خلال مطالبتها مثلا بمطار وبرفع الحصار وبتحسين ظروف الحياة الإنسانية في غزة، وهذا شيء غير صحيح. حماس هي عمليا تحاول قدر الإمكان أن تخرج الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يعيش في ظلها منذ حوالي 11 عاما أو 12 عاما. فبالتالي الانفجار في غزة بات وشيكا، ولكن هو الفكرة أستاذة مجدولين أن هناك حالة من الجمود في ظل هذا الطرف، نتحدث عن المقاومة الفلسطينية متمثلة في حماس والفصائل التي قاطعت هذه المجالس وهذه الاجتماعات، وأيضا هناك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من جهة أخرى، وهي تصر على عقد هذه المجالس وهذه المؤتمرات وتقوم بكل مرة باتخاذ قرارات وللأسف الشديد لا ينفذ منها أي شيء على أرض الواقع. هذا كله يأتي في ظل المعاناة، معاناة قطاع غزة وحصار قطاع غزة وقصف حصار غزة قطاع غزة عفوا. صحيح، عمليا لا يمكن أصلا تطبيق مثل هذه القرارات، والسلطة لا يمكنها تحمل تبعات مثل هذه القرارات بسبب وجود هيكلية معقدة لمؤسسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني أصلا مربوط بإسرائيل بشكل كبير. لا. وهذه الاتفاقيات أصلا تقيد من حركة السلطة أو تشل حركة السلطة بمعنى آخر. الأمر الآخر هو الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية غير متوفرة في الشارع الفلسطيني أو على الساحة الفلسطينية، وهي من أكثر العقبات التي تعيق تطبيق مثل هكذا قرارات لو فرضنا أن هذه القرارات ستطبق، علما أن المجلس المركزي أصدر مثل هكذا قرارات منذ سنوات بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، ولكن لم ينفذ أيا منها. السلطة الفلسطينية عمليا لا تمتلك أي إجماع جماهيري أو شعبي أو فصائلي حولها، ومع عدم وجود التفاف حول الرئيس الفلسطيني والمجلس المركزي لن يكون هناك مشاركة ولا قوة في تنفيذ القرارات المصيرية.